نحن اليوم نوجه نداء وتحذير للعالم. الأونروا هي عامل استقرار. لك أن تتخيل أن هناك مليون جائع في غزة الآن. ما الذي سيحدث؟ هي رسالة للمجتمع الدولي، رسالة لكل الأطراف. لا يمكن لنا أن نترك هؤلاء الناس، أكثر من مليون فلسطيني هنا في قطاع غزة يعتمدون علينا اعتمادا كليا فقط في الطعام. نريد أن يتحرك المجتمع لإنقاذ هؤلاء وإنقاذ الوضع العام بصفة خاصة. نحن نوجه رسالة تحذيرية وصرخة كبرى على الجميع أن يسمعها، بأن هناك شيئا ما سيحدث في غزة خلال الأسابيع القادمة إذا لم يتم توفير المواد الغذائية لأكثر من مليون لاجئ.